انا هاكر اخلاقي. كنحس انا في هذه اللحظه ان هذاك السيد اولا خاصنا نتفاهموا على واحد القضيه، شنو انت كتقصد بالاختراق الاخلاقي؟ راه ما كايناش هذا المصطلح، ماشي ما كاينش، هو كمصطلح يوجد الاختراق الاخلاقي، ولكن يجب ان تعلم ان هذا الاختراق الاخلاقي ما نقصد به هو الامن المعلوماتي، ما تقصدوش به هاكر زوين وهاكر خيب بحال شي واحد، لانهم في الكومبيتونس في لي كومبيتونس راه بحال راه بحال هاكر خيب بحال هاكر مزيان. المساله عندها علاقه بفلسفه الهاكر، وفي فلسفه الهاكر ففي فلسفه الهاكر هناك الهاكرز اللي كيهاكيو لانهم اما كي بوغ لو فونداليزم، اما باش انه تلقاه بسيكوبات خاصو يبين سميتو ويبين انه هو مالك الانترنت، كاين اللي كيهاكي لانه كيدخل الفلوس في البلاك ماركت، تلقاه هاكر ذو القبعة، أو لك نقول لهم هاكر ذو القبعات السوداء أو الهاكر الغير أخلاقي. أما الهاكر الأخلاقي راه هو هاكر مثل الهاكر الغير أخلاقي، إلا أن ويتمتع بنفس الكفاءة ديال الهاكر الغير أخلاقي، ولكنه يشتغل في مجال الأمن المعلوماتي. راه مثلا كنشوف هذه اللعيبة وكنلاحظها وشفتها في الجروبات مرارا وتكرارا، وشفت بعض الناس كيطلعوا في الفيديوهات تيطلع بحال هكا كيتسولهم هذا السؤال، انا بعدا راه تنموت بالضحك. تيقول ليه واخويا تقدر تهاكي لي هذا؟ تيقول ليه لا انا هاكر اخلاقي، حنا ما كنديروش داك الشيء، انا هاكر اخلاقي. كنحس انا في هذه اللحظه ان هذاك السيد تحس بالنوب الاخلاق ديالو، تحس انه انسان اخلاقي. تيقول لك لا تنعرفوش حنا لهذا الشيء ما كنديروش، حنا كنديروا الهاكر الاخلاقي. بربي انا يفهمني كيفاش شنو هي هذاك الاخلاقي عندك، تطانستالي اون تي فيريس، تطانستالي اون تي فيريس، تتسكالي بي سي كوفي شي حاجه. هاكر الاخلاقي يا خويا هو هاكر تيخدم مع الشركات، تتكون عنده كونترا وتيكون لا بغى يهاكي كيدوز من المساطر قانونيه واداريه باش يهاكي فقط لا غير، تيكون بحال هذاك بحال هذاك. فاش يخدم هذا الهاكر الاخلاقي؟ انا نجاوبك، هذاك الهاكر الاخلاقي مثلا عندنا واحد البنكة، هذيك البنكة عندها واحد النظام معلوماتي معين، متفقين؟ عندها واحد النظام معلوماتي معين، اذا اش كدير؟ كتريكروتي او لا اما كدير كونفونسيون مع شي شركة سيكيوريتي او لا كتريكروتي واحد الهاكر، هذيك الشركة او لا ذاك الهاكر هو اللي كيخدم معاهم. يعني اش كيدير؟ دي سيمولاسيون داتاك، يعني كيحاول هو يهاكيهم بحال ذاك الهاكر اللي كيحاول، ولكن هو الا لقاها غيصاوب واحد الرابور وغيصيفطو للشركه باش يباتشيو هذيك الفينيرابيليتي اللي لقاو او هذيك الاكسبلويت اللي لقاو. هذا هو الهاكر الاخلاقي، ما سميتهاش الا ما كنعرفش، لا ما تخدمش انا بالباك تراك، المهم هي مات الباك تراك، انا ما كنخدمش بكالي لينكس، لا حنا هاكر اخلاقيين، حنا ما كنديروش داك الشيء يا ولدي الله يرضي عليك. سير اخويا عند الهاكر الغير اخلاقي، هو اللي غيوريك الكالي لينكس، هو اللي غيوريك كيفاش تخدم بالواي فاي سلاكس، هو اللي غادي يوريك كيفاش حنا هاكر اخلاقيين. ما عرفت اخويا واش كتهز الحيز 60 حيز وتبقى تقرا والله ما عرفت اش تيدير. المهم هما تيحاربوا هذاك الشيء بشي حاجه ما عرفناش.